دعوه الهجوم هذا من اربع محاور على حميد العرج، شنو له؟ رئيس برلمان انا، رئيس كتله، نائب بالبرلمان، وزير مثلا، رئيس جمهوريه، حتى شهاده ما عندي ورشح ووازيكم عن النهب والسلب، ايش دعوه؟ والله عيب، والله ما الك بها كل فخر. الله يستر محمد، شنو لك اللي مسوي لكم؟ مضايقكم مثلا على وزاره؟ مضايقكم مثلا على دائره من الدوائر؟ الله ينتقم منكم، والله عيب، والله ما الك بها كل فخر ولا بها الشجاعه. رجال معوقة طالب للعالم وطالب بحقي. ايش دعوه؟ اليوم حتى بتويتر حميد العرج هو هو الله 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 الله. ايش بيكم عمي؟ عيب، ما بيها رجوله تنزل على ابن بلدك، عيب والله. بس انا يكفيني فخر اطب على صفحاتكم القاكم مو عراقيين، يعني ساكن بالعراق بس ولا اكمل العراق، جبان ندي العربي اللوقي، يكفيني فخر هاي. وما وتحلم ارد عليك بتعليق، وتحلم ارد عليك بلايك، اخليك تنبح على راحتك، انبح لمن تعيز انت واللي يعلقون لك، لان انتم مصاليخ من الشرف والله والله العظيم. ايش دعوه هالنزه؟ تنزلوا على السياسيين هاي اللي باقوكم. سياسي ولك انا ماخذ حقك؟ ايش دعوه عم؟ عيب والله عيب، خافوا من الله، والله ما ابريكم الذمه، لا والله انا ادري بيكم، ادري بيكم، عندكم الله ما موجود وماك حساب براك، بس والله احاسبك هناك، والله واخذ حقي منك كله، على كل غلطه، على كل تجاويز، على كل منشور، قسما بالله، هسه ما ارد عليك. مسلمك بي مسلمكم بيد الله شلع، انتم واللي يدفعوا لكم واللي يدفعونكم عرباين مسوينكم. يلا شوف شو تحصل.